الأستاذ طارق متولي الخبير الاقتصادي. أستاذ طارق، توقعاتك إيه ليوم الخميس؟ مساء الخير مدام نبيل، ازي مساء حضرتك؟ النور، أهلا بيك. والله يمكن الاجتماع القادم دوت الصوره يمكن فيه اوضح شويه، وكل العوامل بتصب في مصلحه التثبيت المره ديت، لان في عوامل كتير قوي، منها مثلا ان رفع سعر الفايده لم يعد لوحده، دي مهمه جدا، لم يعد لوحده عاملا مؤثرا في التضخم. خاصة في ظل ان سعر الفائدة الحالي هو سعر الفائدة ثالث، يعني هو الفرق بين سعر التضخم وسعر الفائدة المطروحة 18 وربع اللي حضرتك اشرت اليه وسعر التضخم بيدي سعر فائدة حقيقي ثالث. وان مشكلة التضخم اصبح النهارده بقى في قناعات ويقين لدى صناع السياسة ان المشكلة الأساسية جاية من عدم استقرار سوق الصرف ونقص المعروض الدولاري. وبالتالي فإن احتواء التضخم هيتطلب ان أول حاجة توفر الدولار أولاً، ثم رفع سعر الفايده الحقيقي لاحداث الفارق واستهداف التضخم واستقرار الاسواق. طيب فبالتالي المركزي يروح فين بقى؟ يثبت ولا يرفع؟ تثبيت. احنا بنتكلم على التثبيت واسبابه كتير، من ضمن الاسباب اللي انا قلت لك اول سبب دوت، وان رفع الفايده تعرف الاداء الانسب او الافضل لاستهداف التضخم لوحديها، ودي مهمه جدا في ظل الظروف الحاليه محليا وعالميا. طيب يعني البعض بيقول لا، المفروض المركزي يواصل في سياسته المتشددة عشان التضخم اللي ابتدى ينخفض يقدر ان هو يتحكم فيه. ما احنا زي ما وضحت لحضرتك ان احتواء التضخم او استهداف التضخم لم يعد السعر الفايدة لوحده هو اللي هيجيب النتيجة المرجوة، اللي هيجيب نتيجة مرجوة للتضخم والنزول بيه اول حاجة ان الدولار يبقى متكافر، وبعدين ابتدي ارفع سعر الفايدة. هذه الاجراءين مع بعضهم الاثنين مع بعض اقدر من خلالهم ان استهدف التضخم واقدر ارسم بيه للمستويات اللي احنا عايزينها، او بمعنى اصح ان رفع الفايده لم تعد لوحديها هي الاداء الانسب لاستهداف التضخم في ظل ظروف مصر الحاليه محليا وعالميا. طب اذا النقطه الثانيه في تثبيت السعر ان تكلفه الدين العام، احنا داخلين على 30/6 النهارده، بيقفل ميزانيه 30/6 بالنسبه له، فمش عايز يزود العجز العام اللي موجود عنده، خاصه ان دايما في القرار الاقتصادي في تكلفه وعائد. التكلفه النهارده ان انا هرفع سعر الفايده، ممكن اتحمل هذه التكلفه، لكن لابد ان يكون في عائد، وهو ان التضخم ينزل. احنا جربنا رفعنا 10% الفتره اللي فاتت في سعر فترات كثيره جدا، رفعنا لحد 10% من بدايه الازمه. النتيجه ان التضخم بيزيد، لان المشكله راسخه في سعر الفايده زي ما وضحت. وبالتالي انت بتزودي الدين العام بتاعك، بتزودي العبء عليه، وزي ما قلنا ان حتى في اذون الخزانه لو نبص الفتره الاخيره في اذون الخزانه ارتفع 2% الاجتماع الاخير لم تنعكس على سعر اذون الخزانه والماليه لدرجه يعني في حدود 23%، وبتتحرك في وزن البند صغير جدا عشان ما تزودش الدين العام، وده توجه يعني محمود في ظل الظروف اللي فيها دي وفي ظل المعطيات الحاليه ديت، ده توجه جيد. ارفع سعر الفايده واحمل تكلفه الدين العام والموازنه اوريدي اللي فيها عجز كبير، احملها العجز وداخل نتيجه متوقع ان التضخم يفضل بوتيره تراجعيه، يعني التضخم يرجع شويه، ولا ازمه الدولار ووجود سعرين والفرق اللي موجود في السوق السوداء، ويعني كل الناس منتظرة حاجة هتحصل ما، لأنه مش ممكن هنفضل عايشين بسعرين مدة طويلة، فهل متوقع أن ده هيأثر أن التضخم هيرجع يرد يعلى تاني، ولا هنرجع ورا، ولا هيحصل إيه؟ والله اللي حصل في الفترة اللي فاتت تراجع معدل التضخم ده كان مفاجأة لناس كثيرة جدا، خاصة أن هو لأول مرة فترة كبيرة جدا، يمكن فترة كبيرة جدا التضخم واخد اتجاه ارتفاع بقى له فترة طويلة جدا، دي لأول مرة جدا نشوف اتجاه انخفاض للتضخم. انا في رايي ان برضه دي من احد العوامل اللي هتخلي التثبيت النهارده لهدف، لان انت النهارده زي ما بيقولوا وتنسيق، النهارده التضخم نزل. خلال التاثير ده هيبقى عامل ازاي؟ هل ده تاثير ال 2% اللي احنا عملناها جاب التاثير في التضخم ان هو نزل؟ هل النهارده قرار رفع سعر السولار مؤخرا اللي هيبان تاثيره الفتره اللي جايه هيكمل معاه التضخم ان هو هينزل ولا هيبتدي يرجع تاني؟ شهر رمضان اللي انتهى النهارده وتاثير على السلع الغذائيه، خاصه السلع الغذائيه، والتاثير اللي تلاشى النهارده بانتهاء شهر رمضان يكون تاثيره على الاسواق عامل ازاي؟ كل ده النهارده احنا بنشوف حتى النهارده في الاسواق اللي في تراجعات ابتدت تحصل في اسواق، في سوق الذهب في تراجعات، في سعر الدولار، في السوق الموازيه، في حركات بتحصل، في تحركات في الاسواق بتحصل على عكس المتوقع، والناس كلها حتى لما حصل ان خدنا قرار ان احنا
او ان الناس كلها كانت متوقعه ان بعد عيد هيتم تعويم اخر او تحريك لسعر الدولار، ده ما حصلش. كل ده النهارده عوامل النهارده بتدي لصانع القرار ان هو وانت نسيب ويشوف تاثير كل هذه الحاجات على الاستاد. خاصه كمان ان السيد ان بطل وزير الفدرالي الامريكي رفع الفائده، الفدرالي الامريكي حتى والمشاكل اللي بتحصل في الامريكيه كل دي النهارده بتدي صانع ان هو ويت اند سي وان هو ياخد خط تثبيت الفتره اللي جايه. فحضرتك شايف ان هو سيثبت، يعني رايك ايه القرارات المهمه اللي لازم تتخذ في السياسه الماليه والنقديه الفتره القادمه؟ هي السياسه الماليه يعني انا في رايي اللي احنا المطلوب الفتره اللي جايه خطوات كتيره من الحكومه اكتر منها من المركز. خطوات الحكومه كلها زي ما قال رئيس الوزراء في مؤخرا ان تقدر الحكومه تبيع الاصول 2 مليار دولار خلال قبل 30/6، دي مهمه جدا. طب ما هو حصل بيع اهو، ابتدينا ببيع المصرية للاتصالات. هو احنا بعنا المصرية للاتصالات، دي من ضمن الحاجات اللي انا بعتبرها كويسه جدا. المصرية للاتصالات دي تعتبر من افضل موجوده في البورصه، وقطاع الاتصالات ده من قطاعات الجذب خاصه من الاجانب. اللي كانت المفاجاه بالنسبه لنا ان احنا كانت موجوده للمستثمر الاستراتيجي ان هي راحت لمستثمر استراتيجي محلي. هل هي تشينج هاند مجرد ان احنا بنبيع بس بصناديق ومؤسسات مصريه تابعة للحكومة أو مؤسسات خاصة؟ دي الحقيقة مش واضحة قوي، وبد إن يكون فيها إصلاح، لأن برضه إن ما تنساش إن إحنا دايماً عندنا إن في أسهم مصرية للاتصالات بتتدفق جوه البورصة. نصيحة إن إحنا بنقول مزيد من الشفافية، خاصة إن الإجراءات اللي تم في سوق مال أو في البورصة في الفترة مؤخراً من ساعة التغيرات اللي حصلت حقيقي تغيرات هائلة جداً. الناس بتشتغل على جاذبية البورصة، البورصة النهاردة بقت مؤهلة إن هي تستوعب الطروحات جديدة. البورصه النهارده بقت مؤهله ان هي تكون تقليل الاستثمارات الاجنبيه، يا ريت نحافظ على هذا الكلام دوت من الشفافيه الفتره اللي جايه، ده مهم جدا. شكرا استاذ طارق متولي الخبير الاقتصادي.